اهلا، حلقة جديدة. الحين بنسوي البيرسونال روبوت، بس اول شيء ابغى اوصل. البترول حق هذا ما يستوي، نبغى طريقة افضل. لان هذا ابغى يتم ينتج، انا حق بترول حق هذا، فانا حاطنه في مكان خايس صراحة، مش كويس ابدا. فاللي ابغى اسويه اني اوصل حق هذا عن طريق الصناديق، عن طريق الصناديق. فشكله موضوع صعب مش سهل، لأن هذا إذا أحاول أحبه بيقطع كل الكهرباء عن البيس مالي. بس أوكي، لا شغال حلو، لحقت عليه في الوقت. زين، ممتاز، بيبدأ يعطيهم حرارة. اهم شي حرارتهم ما تطيح. حيل الحين طاحت شوي، بس يبغى له وقت لين توصل 500، بيبدأ ينتج ويوصل ل 1000 وامور طيبة. اموره جدا طيبة. وهذا بس ما نسوي شي، هذا خله مكانه. ليش اللي هني دايركت؟ انا تشوف يروم يشل منه دايركت ولا ما يروم؟ اظن يروم. خلاص عادي، هذا بيشل منه دايركت، بس يبغى له وقت لين يخلص. بشوف عقب اذا تيمع بعرف انه شل. الحين اجهز البيرسونال روبوبورت، ما اعرف شو السالفه. هذا شو construction to work from memory؟ هذا اوكي حلو. الحين هاي اللي بينفعونا حق شو؟ personal roboport. خلنا نشوف، عندي مواد كاملة. ونركب وين طرشت انا؟ سؤال الذي يطرح نفسه. اوتو ترش، ما نبغى اوتو ترش احنا الحين. واني طرشته مكان ما اعرف وين. دخلوه هنا عيل حلو، يبون من عند ربعهم، يبون من هناك حلو، اللي هو ريبير كت. يشلون يصلحون يردون شكلهم. انزين، ال يورانيوم فيول. انا ليش ابغى كل هذا فيول عندي؟ سؤال، انا عندي مشكلة في هايل، ابغى اسوي ريكريت حقهم في شيء. 1500 يباله، لكن البيرسونال روبو بورش يباله 2، يباله الأصفر، يباله هذا، ويباله والأصفر. كيف انتاجه؟ بحث العلمين الأصفر. يا الله شغال ترى، يعني مش انه موقف، شغال مفروض. بس شو ناقصنا؟ معقولة انا موقف على الكويل؟ والله عيب. ترى شغلة غثيثة هذا الكويل، ترى دايما نفس الحال وياه.
انتج، حطينا 2 زيادة، يمكن نعدل وضعنا شوي، لأن هذا يروح وايد أماكن. وآخر شيء بعد ما يخلصون منهم كلهم يروحون وين؟ يروحون عند كم يباله؟ اوكي، ها كان محطوط بالعكس، ترى محطوط بالعكس رسميا. وعندنا هني نقدر نحط بعد انتاج، اظني نقدر، صعب. وايد صعب. الحل المشكلة يمر كل مكان، ينتفونه تنتيف وبعدين يمر على منو؟ يمر على هذا. بس إذا أحط واحد وفي هالمساحة اللي أنا مش قاعد أستعملها أصلاً، بطاريات مني بهذا، ونخلي شوي ينتج دايركت للين هذاك. 2 2 أظني بيفرق ويانا وايد وايد بيفرق. نعم انه بيفرق. شوف وين صار. create your movement speed هذا allows to construction and inventory. سوينا واحد ثاني. انزين underground build، لازم نزيد الانتاج هنا. تكون صدق انتاج الافران هذا ما قام يكفي. مشكلة ما بيوصل لآخر شيء، صح؟ فشو لازم نسوي اصلا؟ لو يبي الصوب الثاني احسن يكون، فشو بسوي؟ ليش اسوي هالشي انا؟ ونجيب هني سبليتر. نسوي الحركة السحرية. نسوي هنا حركة سحرية هاي، وني بسبلتر مالنا. زين نص هني ونص وين؟ هني. زين
اساس الانتاج شو ما يوقف. هذا انا شفته هجوم، ترى هي شفته ونزاحمهم هني منصوبين. اما بخصوص الفحم موضوع ثاني، بنيبه من هني. وين حطيت السبريتر هذا؟ نيب الفحم ونسوي علامة التي. نسوي بالطريقة هاي، نبغى مجموعة حلوة من عيل ومجموعة طيبة من الكهرباء. انزين هذا هني راح بيرسونال روبو بورت. هذا الأول وين صار ما أدري به مشكلته، ولا يمكن سويت شيء ثاني. أنا أصلا تماما عادي تستوي ترى. هذا مش مكان خايس، شله ما بيشتغل براي. وهذا بيروح للصوب الثاني الانتاج مثل ما تشوفون. وين الاخير مالي؟ ها هذا هو. هالحين بيبدا الانتاج على صوره. المهم ان هذا حصل له كويل خاص بروحه على الاقل، لانه يوصل له شيء من الجماعه يقدر يحصل له شيء زياده على الاقل انه يبدا ينتج. والجماعه الباقين والله ما اعرف شو وضعهم الحين. بدا يدخل عليهم تقريبا يدبل انتاج شو الكبر هني. الحين نحن شو نسوي؟ بيرسونال روبوبورتس، خلينا نصير نشوف منو طاقة نووية. وين صار بيرسونال؟ كان هني توه ساعة يقلت او يختفي، انا مش عارف شو الموضوع بالضبط، لكن يبدو انه هذا نعم يفضي هذاك. كلام صحيح، كلام سليم. اكتر هاي كمية ضخمة ولازم نسوي لها بروسيسنج. هذا قاعد اسويه هنا اوريدي، بس شو الفايدة من خليكم هذا، لان هذا مو مشكلة بنقول، بس ان الريبروسينج هذا المكلف. هذا الموضوع كله عندي حاليا البحث العلمي.
في اخذ بيرسونال ريبورتس اصفر وازرق وربع. ازرق بعده متاخر كالعاده. شنو ناقصنا حديد؟ خلينا نسير جنوب. نسير جنوب يردون يطلعونه. نعم نهمل الغد. خلنا نشيل هاي الشير كله وبك في الاعتمري. انا بعد قام يهجم من فوق مرة ثانية. جيت بعد مركز جديد. نعطيه حقه. ما عندي اوفر هيد. عندي اوفر هيد حلو. وهذا الاثنين ليزر. كنت مسوينا حق احتلال الجنوب بس الوضع هني صعب الصراحة. وضع وايد صعب. عادي روح انتو. ما سويت فريم ثرور انا. المشكلة بسيب واحد الحين. لأن هالمكان هذا الصراحة بيكون في عليه ضغط. بيكون في عليه ضغط ضغط. خلنا نطور هاي. في عليه زحمة سياح. تعال انت تعال. فيهم من تحت بس توي مدمر انه من تحت. انا المفروض تكون امور طيبة بس المفروض شيء الواقع شو شيء ثاني. طور اللي عقبه. نطور هذا. والله ما اظني هذا بيعيش ذاك الزود صراحة. هالخط هذا بالذات الخط
خطة شكلها ما يشجع انه يعيش اصلا. تبون الصدق يعني مكانه خطر جدا. بس شو بيستوي اذا ما سويت هني خط؟ بتلعوز على الفاضي. شو ابغى اسوي انا الحين؟ بجيب مونتاج حديد. وين في السبلتر هذا؟ بنتج حديد هني، بجيب فران يعني. وبزيد الافران هني. مرة مصلحة هاي له. زين هني بالفران هاي هني. شغلات اللي ما طورناها معناها شكل اللي بستعمله. انستنت تخلص هذا صواريخ. شلهم هني، نحطيهم هني. ابي ادخلهم في السبلتر اللي هناك اساس انه يتم المكان عامر شوية. الحين المكان قام ينقص حديد، قام يستوي كئيب، كل شوي ناقصني شي. ف الحل المنطقي اني ازيده، بس وين كان السؤال وين؟ فقررت توه اني ازيده وين؟ في السبلتر هذا اللي ورا. خلني بهني لحظة. هذا بيشبك الحين ناكس مو بناكس. بنشوف كيف. هجوم مش هجوم، لازم نجرب. في ولا ما في هجوم؟ مشكلة الشعب والفحم اللي مش موجود مشكلتي انا. شو لازم اسوي؟ ونجيب هذا من هني، عمود كهرباء هني، كهرب هني، تمشي الأمور. أنت أمورك تمشي من هني. أما الباقين هذا نشله نسوي بالطريقة هاي. أما بيصرفوا مويه فحم ترى، على فكرة يعني المعلومة. بس فيجرك بعد شوي. انزين شو الحين؟ بركة لحظة. فك ترانسميشن انلوك ذا بيكون ويتش ترانسميت ذا فكت ابجريد مودلز نير باي فريندلي انتيتيز. اوكي وين نقدر نزيد قوة الرصاص؟ تور الدمج 200 يباله. خلنا نبدأ الشغلات الصغيرة اللي يعني هاي مثلا نفتح لي شو روكت سيلو حمر صواريخ. فخلينا نسوي
بعد ممكن نشله هذا، بعد ممكن حطي لهذا وين مدقين هاي الكلام، لازم احط هني روبوبورت. شو يبغى الستيل؟ يصير اسرق ستيل الحين. ليش روبوبورت؟ لان روبوبورت بيصلحونهم، محتاجين تصليح نحن. ريبير وضع الحالي محتاج ريبير. خلاص هذا مصدر قام يموت. خلاص الفحم تقريبا خلص هني، ترى شوفوا ما في فحم. هذا ماشي، ها 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 نظيف. ترى المساحات اللي راح نوسعها نحن، فلازم نجيب من بعيد فحم. يبغى له اسوي مركز للفحم، بس الحين خلينا نعدل الانتاج اللي هنا شوي. الانتاج كيب زين، دام انه انه بيغطي ترى انا شو كنت بسوي. هي هذا وبحط كنت شو ناقصني كير. ايوه مساحة الخطر بيصلحون. نايس نايس. الحين ابا لوجيستيك تشيست، شو اسوي؟ يمكن هم يستفيدون من الحركة هاي، يقدرون يسوون ريبير مكانه. ما اعرف بس اتصور ان شاء الله يقدرون. الحين شو بسوي؟ نكبر هذا اللي بيوصلنا ل وين صار. اي هذا اللي بيوصلنا للسايلو. وين صار هذا؟ هذا هذا هو. ايوه روبوبورت هو شيء مهم جدا، جزء من القاعدة يعني. شيء أكثر من مهم. ليش؟ لأن الحين هاي اللي بيمشون بيصلحون المكان يعني بعد كل هجوم. وايد أوكي. شوف شوف يعني بس يعدلون المكان، وايد مهم حاليا حقي تعديل المكان، وايد مهم. شوفوا حلو، وايد حلو. فرنا شوي حماية على خلي أحس إني آمن. يصلحون جدران، يسوون أمور. أوكي حطي لي بوابة هني أساس إني أنا أطلع. ما يابو حق أعمارهم عمية والله. يبون يبون ريبير اللي يحتاجونه يبونه. وايد أوكي. ما عندهم اللي يصلح هيل. شي يبغاله اصلا؟ ما يبغاله وايد. نبغى نحن لحظة ابى اسوي لهم هم اللي يصلحون. شي يبغى كان الكترونيك سيركت وجير صح؟ زين الحين كيف وضع الحديد؟ تعدل صح؟
بس بعدل الفحم. الفحم بيشتي الموضوع وايد صعب بالطريقة هاي وغلط اصلا، يعني مش اوكي. ليش اخلي هاي البندين؟ يعني مثلا هذا الخط قام ما يطلع، مشكلته خلاص ما نبغى. هني تنظيف المكان، هني خلاص استوي الحين تطهير المنطقة. من بدنا نحط شغلات ثانية هني، بس وايد شغلات ثانية. مثلا هذا بدل ما استك ذي امسك هذا، منتجون كهرباء خليهم يسوون شيء، خليهم يصلحون، خليهم نبى روبوت ثاني. نبى وايد الصراحة مش شوية، بس نبى روبوتات. أنا الحين التركيز عندي استوى شوية، هالحلقة انتاج روبوتات اساسي يصلحون المراكز. يعني وايد صعب عيشة المكان بدون حد يصلحه، انا ما اقدر امشي واصلح امشي واصلح امشي واصلح. حلو، يعني حتى دبابتي اذا واقفة، طبعا فجرت الدبابة اخر مرة، بس دبابة واقفة ترى ما يقصرون. الحين انا محتاج بورت جديد اللي هو، لحظة انا وين حطيت لهم؟ كان ينتج لهم دايركت عند الستيل صح؟ هني صح؟ اها حلو، يعني هم يشلون من هالقاعدة ويوزعون شكله، ما مقصرين. بنحتاج دفعة حلوة، هم يترشون الحين داخل. بنحتاج دفعة حلوة من كل حد عنده تصليح إذا اخترب شيء. والله حلو، نحتاج هذا الستيل اللي هني، شكله ما بيتعدل قريب. بس ترى هاي الأولوية مالي، ترى هاي الشاصي يعني فقاعد يستوي، فما عندي مشاكل. الحاصل الواحد كم شاصي يبا؟ ون صح؟ construction report لين يخلص الموارد اللي عندي. اوكي، عساس انه ما اسوي السيركت بروحي، خلهم يبوا لي السيركت وبنسويها احسن. خلهم الحين بيبون السيركت سم حقي. هني هذا انتاج الروبوتات. الحين ببدا اغير شوي شغلات بالروبوتات ترى. خلاص الحين هذا بداية عصر الروبوتات بيكون. خلاص ما عاد ينفع يقزر للعادي. بس لبالا نزيد الابحاث. والحين يس طالع هذا أنا. اساس دايركت اسوي روبوت، ما قاعد اسوي سيركت ودني واخسر موارد اللي في الشنطه. الشنطه عندي فيها وايد شغلات. خلهم يتوزعون، خلهم يتوزعون. الحين في كميه حلوه جايه في الدرب، يعني هاي عندهم، كلهم عندهم عده تصليح. اظن اذا احتاجوا تصليح كل حد يصلح. هاي شغال زين، لأن في ناس قاعد تهجم علي صح؟ هي يسوي قواعد مرة ثانية للخياس. أنا دمرتهم، ما في طريقة مرة مسحهم على الوجود. خلينا نحطيهم هاي، يسرون يصلحون عمارهم، يسوون اللي يبونه.
ليش علقت في البيبو؟ لحظة، وين ربطاتي؟ ما عندهم عدة تصريح هاي ليش؟ بس هاي كان عندهم وايد عدة تصريح، صاروا يهابوا لهم والله، هم تبوا يصلحون أظني، فصاروا يابوا حق أعمارهم. حلو دامهم يبون حق أعمارهم زين، وايد اوكي إذا يبون حق أعمارهم، وايد اوكي، يوفر علينا تعب مش طبيعي الصراحة. عن هاي بس خلنا نهدم لوجيستكس، اللوجيستكس هم ينقلون الأغراض، التصليح الكونستراكشن. نحن لازم نسوي الحلقة الجاية قطار، هالحلقة استوى بس صيانة وإنتاج روبوتات. نشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله، بيكون فيها اللي هو المنطقة الجديدة حق الحديد لهالمكان هذا بالذات، وعلى خير وبني بفحم بعد إن شاء الله.